التوكل أدفر تراوة إن الله عز وجل. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. A person develop the Quran memory sir. يقول أنا متوكل على الله. عزيخت أكفر تراوة بالله عز وجل. معتمد على الله. أكفر تراوة بالله عز وجل. هل هو في هذا متوكل أو متواكل، صادق أو غير صادق؟ إسهيرين أبرخت ذات هاي وبالله عز وجل فرتراوت. لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. بتزال دايدلك معك، بتزال دايدلك وردة أصر دري زاكين أخت وردة خنومة. الأول نقول هل أنت صادق في اعتمادك على الله؟ بيني دي إسا بيني أبرخت إن اتفرتراوة وبالله عز وجل. يقول نعم. عزيخت نعم سيكر. أنا والله صادق لا كاذب. عزيخت إك بن إيرلك إنك بن إكليخنيت. الثاني. تفيد كاتخوري. هل تشك في أن الله ييسر لك حفظ القرآن أو موقن 100%؟ هب يايد أو فرتاو خين دت الله عز وجل القرآن فرياو فرخمكلك تمت ميموريسيرا 100%. يقول والله لا أشك طرفة عين في أن الله سبحانه وتعالى ييسر لي حفظ القرآن. عزيخت إك تفيفل دار خين أوخم بليك أوفر دت الله عز وجل فور ماي خمكلك هيفت خمكت من القرآن تميموريسيرا. الثالث الدردة. هل تأخذ بالأسباب؟ هل تحفظ؟ هل تراجع؟ نيم ياي ده توخستان ميدلا أم ديت تبريكا نيم ياي ده تايت الفور خير فرزيت أم تمموريسيرا هرهاليا. هل لديك شيخ تحفظ على القرآن؟ هب يا أن دوسنت أن إمام دي مت في ياي ده دور نيمت أم بفي أوفرهورت أو أنت مع الكسل والنوم أوف بي إمام دي لاو إيس إن سلابت. يقول لا أنا أحفظ أراجع لدي شيخ أعرض على القرآن. أسخنا يتسرى زول شي زي إك هرهال متن إمام إنك ليس إنك هرهال إنك ميموريسيل. إذن هذا هو التوكل. That is the correct form fun for تراوة. فيه هذه الأشياء الثلاثة. يبقى بفوت ديزا دري زاكا. صدق. أبرخت سين. ثقة. سيغ مار أو يا تسنى بنادركين فن أبرخت سين. أخذ بالأسباب المشروعة والله أعلم. عند توخصان ميدل خبريكا ومدت تبريكا.